خدمة العملاء واليوم السؤال التفاعلي اللي كان موجود معانا على صفحتنا على الفيسبوك على صفحة دنيا دنيا. كان عم بيحكي عن هذا الموضوع رح نحكي أكثر مع ألاء أبو زهرة جرار اللي هي مدربة وأيضا استشارية بالتنمية البشرية وخدمة العملاء أهلا وسهلا أهلا فيك غادة أهلا, أهلاً وسهلا ألاء أهلا فيك يعني إحنا عم نلاحظ بالأردن وحول العالم صار توقعات كل متلقي للخدمة بتزداد يعني طريقة الخدمة اللي كنا نحصل عليها سنة 2000 ما بتناسبنا هلا بنتوقع إنه يكون في اهتمام أكثر زي نوع تقدير أكثر يعني مستوى توقعات الناس عم تزداد وبالمقابل كمان طرق تقديم الخدمة عم تتطور سنة عن سنة خلينا نبدأ هيك بالأساس يعني لما بنيجي نقول أتيكيت خدمة العملاء شو بنعني فيه؟ <تكايت> اه أتيكيت خدمة العملاء أول شيء نبلش بمفهوم خدمة العملاء قبل ما نبلش بالأتيكيت اه خدمة العملاء نبلش أول شيء بالمبدأ العميل شو مين هو العميل؟ م -م -م. العميل هو الشخص اللي بيجي للمنشأة لعنا وهو عمود الدخل للمنشأة هو أوكي. العمود الأساسي للدخل للمنشأة اذا احنا اليوم تعاملنا مع هالعميل بشكل جيد وبشكل مريح طبعا العميل حيصير دائم عنا <applause> هلا الخدمه ما هي الخدمه كيف تتعرف الخدمه الخدمه انه انا اقدم له الخدمه على اكمل وجه from هاي to buy سموها من هاي <applause> تو <applause> من لحظه دخوله <applause> للمكان للحظه خروجه من المكان هلا العملاء بدنا نعرف شغله العملاء في الأردن أو خارج الأردن بدنا نقول تحديدا بالعالم كله في مختلف أنماط تفكير مختلف عقليات مختلف بيئات مختلف احتياجات مختلف شغلات كتير بيختلفوا فيها العملاء اليوم أنا إذا بدي أشبع حاجة عميلي وأعطيه طلبه صفى هذا العميل مرتاح ورح يكون دائم عندي <applause> هذا المفهوم تبع خدمة العملاء هلأ هل بنيجي للإتيكيت <applause> <applause> شو هو الإتيكيت المطلوب لخدمة هذا العميل الاتيكيت اليوم المطلوب اول شيء انا بدي اخدم عميل مهما كان القطاع عام خاص اي قطاع اللي انا بدي اتوجه له نعم. اول شيء لازم احافظ على الابتسامه مهما كان عندي مشاكل مهما كان عندي اشياء مزعجه بدي احافظ على ابتسامتي هلا باليابان بدربوا موظفين تحديدا خدمه العملاء على تمرين كتير حلو مهم. اللي هو بحطوا القلم بتمهم وبخلوا الالم مفاتح فاتح على التم مشان العضلات الوش تضلها <applause> مرتاحه آه والله هيك <applause> يعني الالم بيكون بشكل عرضي بيكون محطوط بالطريقه هاي مشان يضل على طول مبتسم لانه في ناس ما ما بتعرف تبتسم طبيعه مش اكثر او مرات بيكونوا مشغولين كثير انا بلاحظها كثير هون مثلا عند الشبايا الشباب والصبايا مثلا امبارح لما كنا بالعشاء بكون مشغول كثير بيكون ما عم ببتسم بتنسى يبتسم مضغوط او مزعوج هو خلص بس مشغول فيمكن لازم يفصل انه بغض النظر قد انا مركز بالزبط لازم أبتسم. لازم مم. تبتسم لانه الابتسامه بتعطي راحه للي قدامك اه وبتشجع اللي قدامك على التعامل معك حلو هذا أول شيء بالإتيكيت، نعم. الشيء الثاني اللي بدنا نحكي عنه اللي هو المظهر العام. أنا اليوم عم ببيع مثلا منتج ملابس، بدي أكون لابس ملابس حلوة. أنا عم ببيع بيرفيوم بدي أكون بي... بي... طبعاً يعني أنا المظهر العام لازم يعبر عن المنتج اللي أنا ب... عم بقدمه أو عم أو... طبعاً. أو, أو عم ببيعه. في شغلة ثالثة كمان جدا مهمة اللي هي المسافة. أنا اليوم بدي راعي أنه يكون في عندي مسافة معينة اللي هي لا تقل ولا تزيد عن متر بيني وبين العميل آه. ليش هاي المسافة؟ لأنه كل شخص له خصوصيته وله الهالي تبعته فما بصير أتعدى المسافة وأوقف كلوز قريب كثير, كثير عليه كثير ع... قريب عليه ولا أكون عم بحكي من بعيد كثير نعم. هنا بصير أنه شغلي مش مش مريحه للعميل طبعا بالتالي هي نوع من انواع الاتيكيت لانه بحس انه اصلا هو هذا الشخص بعيد عنه ما بده يحكي معاه بالضبط مثلا في شغله كمان جدا حلوه اللي هي التركيز انا اليوم عم بحكي مع عميل اوكي بدي ركز بدي اسمعه في حركه بالبادي لانجويج كثير حلوه انه انا عم بطلع فيكي وعيني بمستوى داني عيني بمستوى آه داني نعملها شعوريا آه. عيني بمستوى داني بهالطريقه مع تمييله الراس انه انا عم اسمعك 100% اها يعني هون الاصغاء للعميل بريحه طبعاً. انك انت عم تسمعني انك انت مش عم ملتهي بالجوال او انت مثلا مطنشني او انك سرحان او وات ايفر هاي التفاصيل بتساعد هاي جزئية كمان بتكيت هنحكي كمان آه المزاج يعني مرات هون كتير مرات طبعا تكون مثلا من روح سواء مثلا الناس بيشتغلوا بكول سنتر أو ببنك اللي بيلاقوا العملاء من الصبح للساعة 3 أربعة وكل عميل زي ما قلتي في البداية بيجي بمزاج مختلف كيف بدنا يعني هو لازم يضبط مزاج يفصل حاله عن بالضبط الضغط العمل كمان نوع من انواع الاتيكيت انه انا اضبط مزاجي مهما كان عندي ما حدا ما عنده مشاكل زي ما بقولوا انه احاول انه اعزل حالي عن مشاكلي عن كل شيء بزعجني وافوت بعالم تاني اللي هو عالم اني انا هذه مهنتي مهنتي خدمه عميل العميل ما له علاقه شو عندي مشاكل شو عندي قصص شو عندي هموم هو بده يشوف بده ياخذ حاجته ويمشي فما بده ياخذ حاجته ويمسك الطاقه السلبيه الموجوده عندك، لازم تتصرفي بطريقه جدا ايجابيه، <applause> الايجابيه بتساعد الشخص اللي قدامك انه يرتاح وبالتالي يتواصل معك اكثر. هلا من ضمن انواع الاتيكيت كمان انه نراعي انه عندنا عميل متزمر، عميل عصبي طبعا عميل لوام <متحدث> في عنا عميل دائما الشكوى دائما يشكي شو ما بتعملي دائما بس دائما عنده بس كلمه بس بس ما صار هيك بس ما عملتوليش ليش مش عارفه هذه انترناشونال بس انترناشونال <متحدث> بس <متحدث> <applause> بس هي دائما هذه موجوده فاحنا كلنا بنستعمل كلمه بس لانه نبحث عن الكماليه آه عرفتي طبعا فهدول أنواع العملاء كيف نتعامل معهم كل واحد على حدة يعني ما بصير أتعامل مع الزبون اللي بتزمر دايما بالطريقة مع الزبون اللي هو عارف في زبون بفوت عارف كل شيء ما بده ما بده تساعديه كتير بده تساعديه تقريبا 20 30% هو عارف شو بده هو فاهم بطلبه ففي فرق فكل شخص بدي اتعامل معه بطريقه مختلفه تماما وهذا بيساعدني اني اكون في الليفل تبع الاتيكيت، احنا عم نبحث انه كيف نتعامل بطريقه جدا حلوه مع الكلاينتس تبعونا. تمام، وبس كمان لازم الشركات والمؤسسات الخاصه او العامه تدرب موظفينها لانه مش الكل بدخل جاهز يعرف يتعامل بالزبط. مع الزبائن ويكون م. موجود وكمان في صعوبه كثير كبيره لفصل المزاج بالزبط يعني فهذا لازم يصير في تدريب خاص هذا الاليه اللي لازم تطبقها احنا دائما نطلب من الشركات تطبق اليه معينه للموظفين تحديدا خدمه العملاء ليش لانه موظف خدمه العملاء هو الاساس في الدخل للشركه م. اذا اليوم انا موظف خدمه العملاء بريحه بعطيه وقت بريك م. براعي متطلباته احتياجاته بختاره بالمكان الصح الشخص الملائم بالمكان الصح زائد الآلية اللي جدا جدا مهمة اللي هي موجودة حاليا بالعالم كليتها اللي هي الميستري شوبينج الميستري شوبينج أو الميستري شوبر تعيين ميستري شوبر الميستري شوبر اللي هو العميل السري كيف العميل السري؟ إنه أنا مثلا بدي أروح على أوتيل أستعمل طبعاً. غرفة أستعمل مثلا البوفيه تبع الأوتيل فبروح أنا كعميل سري أشوف هل موظفين خدمة العملاء عم بيأدوا واجبهم صح وبعمل تقرير للشركه بدون ما يكون انه المدير جاي او مدير الموارد البشريه جاي او اي حدا بيكون من الشركه جاي رح يقدموا احلى ما عندهم بس لما بيكون العميل السري اللي هو المستري شوبر موجود بالتالي بتم كشف اللي بسموها الويكنس اللي الضعف ضعف الموجود نقاط الضعف, بخد... الضعف الموجوده بخدمه العملاء بالتالي الشركات هون بتقدر تصلح تقدر انها هي تعالج المشكله من جذورها بس طالما لا في تدريب ولا في متابعه بتضل خدمه العملاء بالليفل اللي هو بنسميه المتوسط او دون المتوسط صح. بس احنا نبحث عن الخدمة العالية مئة بالمئة هلأ هون نحن يعني كتير حلو اللي تفضلتي فيه انه هم وجه الشركة وجه المؤسسة حتى لو كول سنتر اللي بيجاوب على التليفون بالزبط. أي محل بدك تحكي تاخدي موعد طريقة الإجابة على التليفون من هون بتبدأ يعني بتعطي انت صورة هل هي إيجابية أو سلبية عن هالمكان اللي عم تتعاملي معه بس هون أنا بعتقد انه كتير مهم يعطوهم فيدباك يعني ياخد تغذية راجعة من المسؤولين عنه مثلاً كان مثلا انا عجبني كيف تصرفت مع العميل اللي كان متدمر او هذيك المره عشان يضلوا عارفين هل انا عم بعمل صح او عم بعمل غلط بالضبط اليوم السوشيال ميديا زي ما بقولوا ما بتخلي حدا ايوه صح <applause> السوشيال ميديا اليوم هي المرايه المراي تبع اي شخص فبيقدر الشخص انه يقيم نفسه انا بفضل اي موظف خدمه عملاء مشان يحافظ على مستوى ادائه يكون عالي جدا انه دائما يتابع طريقة تقديمه للخدمة، طريقة تقديمه للخدمة جدا مهمة، إذا أنا عم بقدم خدمتي بطريقة بروفيشنال أو بطريقة مثلا محترفة بدنا نقول نوعا ما، أو بطريقة مثلا فيها أغلاط في مثلا هون صرّفت غلط هون صرّفت صح، هون لازم أحكي هيك هون لازم أوقف بهالطريقة، لازم أرفع كتافي، رفعة الكتاف جدا مهمة لأنها فيها ثقة. أيوة لما صح. الشخص ينزل كتافه وعم بيحكي مع العميل معناته أنت مش واثق بالمنتج او مش واثق في آه نفسك اثناء عمليه البيع بالضبط دائما كمان نظره العين جدا مهمه انه انا عم بتحدث مع رندا انا عم بتحدث مع غاده اليوم نظره العين هي اعتبار باعتبار نوع من انواع الاتيكيت انه انا ما اعطيتك الاهتمام م -م. الفل اتنشن ما اياه وعم بسمعك وعم بسمعك وعم بميل راسي بهالطريقه هذه الامور كلها بتساعد انه نكون نعم. نطور من خدمه العملاء بطريقه هلا بتعرفي هون يمكن السؤال انه يعني كيف بنتقل انا من الخدمه العاديه ليصير ولاء يعني هلا مثلا انا بقدم خدمه ممتازه سواء انا بشتغل ببنك او بمحل او ب ليصير في ولاء عند العميل انه يقول لا انا ما بدي اروح غير عند البنك الفلاني فلانة الفلانيه او بالزبط. عند هون شو شو اللي لازم يعملوه حتى يصير في ولاء من العملاء كتير لإلي السؤال او سؤال كتير كتير حلو رندا الولاء زي ما انت انت كلاينت وانا انا كلاينت يعني كلنا عملاء م. هلا ليش انت بتداومي على محل او عندك ولاء لمحل معين سواء صالون شعر سواء صح. اوتيل سواء اي مكان عندك ولاء معين لشخص معين هذا الولاء سببه انه هذا الشخص او هذا المكان اشبع حاجاتك اشبع حاجاتك شو اشبع حاجاتك انت طلبك لما تروحي مثلا على مركز تجميل او صالون تجميل بدك لون حلو بدك خدمه حلوه بدك محل نظيف بدك كل التفاصيل تكون بيرفكت فاشبع كافه احتياجاتك لما بدك تروحي على الاوتيل بعني لك انه هذا الاوتيل مثلا يكون نظيف مرتب غرف نظيفه بطل على بحر بطل على جبل احتياج خاص فيكي أشبعه فبالتالي أنتي صرت تحبي تروحي لهذا المكان دائما لأنك شعرتي أنه أو صار عندك بالأحرى ولاء لهذا المكان لأنه شعرتي أنه لبى كافة احتياجاتك اللي بتبحثي عنها صح. احيانا احنا بشر عندنا احتياجات بس بسموها غير محكيه مم. طبعا ما بنحكيها بس بنشعر فيها الاهتمام الابتسامه ال... يمكن ملاحظات ايجابيه دائما تكون انت التون. انت ما حتروحي لل... للاوتيل تقولي له ابتسم لي او ما <applause> تروحي له انه هلا اذا بتلاحظوا شغله جدا مهمه مم. بالاوتيلات تحديدا مم. الموظف خدمه العملاء ريسبشن ما في كرسي يقعد عليه صح ليش لانه ما بصير يكون اقل مستوى من العميل <applause> لازم يكون <applause> بمستوى العميل ما بصير يطلع عليك من تحت, من تحت لفوق <applause> او انت تطلع عليه من فوق لتحت <applause> هذا المستوى نوع من انواع الاتيكيت <applause> طبعا <تصفيق> حلو ممتاز جد معلومات كثير رائعه شكرا الا <applause> <شكرا على تصفيق> ابو زهره جرار شكرا <applause> لوجودك معنا شكرا والمعلومات <applause> القيمه اللي اعطيتينا اياها شكرا لك <لإليك. تصفيق> شكرا